ولقد عجبت كل العجب، عجبت لمعمر القذافي. اتدرون ماذا طلب من مصر في الايام القلائل؟ طلب ان يشتري من مصر شيئا غريبا. لو انه اراد ان يشتري الاهرام او اراد ان يشتري الترام او اراد ان يشتري بعض الارض لكان ذلك معقولا، اما انه قد طلب ان يشتري قبر الزعيم الراحل استاذه في الظلم، اراد ان يشتري قبر جمال ب500 مليون دولار، قبر يباع للقذافي ب500 مليون دولار، ماذا ستصنع بالقبر؟ ماذا ستصنع بالقبر يا قذافي؟ قال ساضعه في اكبر الميادين في بني غازي واجعله مزارا يزار كما يزار قبر محمد. افكار، افكار ما سمعنا بها في ابائنا الاولين. يا قذافي، ان كنت تريد ان تشتري قبرا فان الحبيب محمدا نهى عن نقش القبور ونهى عن نقل الميت، نهى عن نقش القبور ونهى عن نقل الاموات. واذا كنت تريد ان تجعل من قبر سيدك واستاذك في ظلم العباد، اذا اردت ان تجعل منه مزارا فغدا ستموت يا قذافي، اجعل من قبرك انت، فان ظلمك ملأ الدنيا مشرقا ومغربا، وما ادراك انك بعد موتك ستأكلك الارض، ان التراب سيأبى ان يأكلك، سيأبى التراب ان يأكلك. سنقول لك بعد موتك يا قذافي، لفظ الثرى جسمانه وتطهرا ورماه في جية المجاري منكرا، لا تحسبوا تحت التراب عظامه، ابت المقابر ان تكون له ترى. يا قذافي اتق الله، واذا كان معك اليوم مال فجد به على فقراء المسلمين، على فقراء المسلمين وعلى المساكين.